السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. جاءتني الكثير من الأسئلة عن وصفة فعالة لعلاج القشرة بالفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام. كما قلت في الفيديو السابق، إذا كانت هناك قشرة بالشعر فهذا سيؤدي إلى كل مشاكل الشعر. من أسباب قشرة الشعر جفاف الجلد، زيادة الدهون الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، وكذلك التغيرات الجوية. فالمعظم منا يشتكي من قشرة الشعر في موسم الشتاء، وكذلك تساقط وجفاف الشعر، فهذا شيء طبيعي. مقادير التي سوف نحتاجها لهذه الوصفة، سوف تكون هناك مقادير متساوية من زيت الزيتون النقي وعصير الليمون اللي هو الحامض، والقليل من الماء لمزج الخليط، وكذلك إلى رشاش لكي نضع الخليط فيه. يلا بسم الله، نأخذ زيت الزيتون، بسم الله، مقادير متساوية، وكذلك عصير الليمون، ثم نضيف القليل من الماء ونمزج الخليط جيدا. الحمض المتواجد في الليمون سوف يساعد على تخفيف القشرة، وزيت الزيتون سوف يعمل على ترطيب جلد الرأس. ثم بعد ذلك نضعه في رشاش لكي يسهل وضعه على فروة الشعر. بسم الله، نخلط المكونات جيدا. على هذا الشكل الآن الطريقة كالعادة، نمشط الشعر جيدا، ثم نقوم برش الخليط على فروة الشعر مباشرة، ونعمل فروة الشعر بكاملها إلى أن تصبح مبللة بالكامل. إذا انتهى عندك الخليط، قومي بمزج خليط آخر من زيت الزيتون والليمون، ثم بعد ذلك نطلق فروة الشعر جيدا لبضع دقائق. بالنسبة لأطراف الشعر إذا كانت مقصفة نضع زيت الزيتون، وبعد ذلك نضع غطاء بلاستيكي ونتركه لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشامبو الأطفال. لماذا شامبو الأطفال؟ لأنه يحتوي على كمية قليلة من المواد الكيماوية التي تضر بالشعر. قبل أن نغسل الشعر بشامبو الأطفال، نقوم بوضع 20 نقطة من زيت شجرة الشاي تي تري أويل، ثم نحركه جيدا. زيت شجرة الشاي هو معقم ومضاد للبكتيريا. بليز إذا كنت حاملا لا يجب استعمال زيت شجرة الشاي. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا، ثم نأخذ نصف كأس به خل تفاح، ونملأ المتبقي بالماء، نحرك جيدا. يجب التأكد من جودة خل التفاح المستعمل. بعد ذلك نضعه على فروة الشعر بكاملها وندلكها جيدا، ثم يترك خل التفاح والماء لمدة 20 دقيقة على فروة الشعر، وبعد ذلك نشطفه بالماء. خل التفاح كذلك هو معقم ومطهر لفروة الرأس. الكثير منكم سوف يقول بأن خل التفاح سوف يترك رائحة في الشعر. الحل عندي، فقط قومي بوضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي على يديك وعملي مساج لفروة الشعر، فرائحة زيت شجرة الشاي رائحة رائعة، خصوصا أنا أحبها جدا، سوف تترك رائحة جميلة على الشعر.
كما قلت إذا كنت حاملا بليز لا تستعملي زيت شجرة الشاي. تستعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظون الفرق من الغسلة الثانية. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا الإشتراك بالقناة لكي تدعموها، وأن توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وكذلك على التويتر والإنستغرام. سوف أضع الروابط كلها تحت هذا الفيديو. إلى فيديو قادم بحول الله، تابعوني. إلى اللقاء.